يعني في هذا المجال هذا في ايجاد واحد وثيقه تحميليه اللي كتفكر في المجال ديال التعرف. اذا هذا عمل اللي كنشدو بالحصيله ديالو التجاريه. كذلك عندنا واحد المشروع اللي نحن نشتغل عليه اللي هو تصميم التهيئه ديال الوزان. فعلا وقع فيه التاخير، ولكن هذا التاخير ممكن نقول بانه هذا واحد اللي كانت ولدنا الجميع في الوكاله الحضاريه ولدنا حنا كذلك مجلس منتخبه. ولكن في هذه الاونه الاخيره راهو حقي واحد عمل بشكل يعني اسبوعي دوري سريع ديال الوتيره ديال الدراسه بالافق ديال ديال اللجنه المحليه والافق ديال خط مصر العامه. وطبعا حنا في هذا الحياه في هذه العمليه ديال 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 التخيل ديال الكومنتاسيديه هي ايجابيه بانها عطتنا فرصه اننا نديو واحد المجموعه ملاحظات واعطاء واحد التصور جديد لهذه التصاميم ديال ديال التهيئه، لانها هي وثيقه موجهه ولكن بالاساس خص تكون فيها الشروط ديال التحقيق ديالها وفي الدلاله على الواقع، ما تكونش فقط تخطيطات عامه هي غير